بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ينشرون أشرطة وكتب المبتدعة وأصحاب المناهج المضللة ويتركون كتب وأشرطة العلماء الصالحين؟ هؤلاء يدخلون في الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. الواجب نشر العلم النافع الذي فيه منفعة العباد وهداية العباد إلى الخير، وأما نشر الضلال ونشر الفتنة والبغضة بين الناس فهذا كتمان للعلم الصحيح ونشر للعلم الفاسد الضار، نسأل الله العافية.